بعد فترة مش طويلة من الإعلان عن توقيع قانون الهجرة اللي عمله اليمين الفرنسي، ومع الانتخابات التشريعية كان متوقع أن موضوع المهاجرين يكون جزء كبير من برامج الكتل السياسية الثلاثة في انتخابات البرلمان المبكرة في فرنسا، لحد فوز اليسار اللي تسبب في ارتياح المهاجرين في فرنسا. إيه السر؟ تحريض على المهاجرين. الحملة الانتخابية ابتدت من كم يوم، حزب التجمع الوطني اليميني اللي جاب 31.4% في انتخابات أوروبا يوم 9 يونيو الماضي بيكمل في الحملة بعد ما الرئيس إيمانويل ماكرون دعا الانتخابات مبكرة. الحزب اليميني حرض ضد المهاجرين الأجانب واتهمهم إنهم سبب ارتفاع الجريمة في فرنسا وزيادة الأزمة الاقتصادية، وده بسبب اعتمادهم على المساعدات من الدولة من غير أي شغل. اليمين المتطرف ما أخفاش إنه بيركز على ملف الأمن والهجرة بمجرد ما جوردن بارديلا بقى رئيس الوزراء، وبدأ في الأسابيع الأولى يشتغل على حاجات تعين الشعب الفرنسي من الهجرة، ويعمل قانون يقاوم الأيديولوجيات الإسلامية وكل حاجة متعلقة بيها، وده على الأراضي الفرنسية زي ما هو قال. وفي السياق ده اقترح زعيم التجمع الوطني اليميني المتطرف قانون بيلغي كل الإعفاءات اللي بتمنع طرد الأجانب الجانحين والإسلاميين، ويعيد تجريم الإقامة غير القانونية اللي هولند الرئيس السابق ألغاها. وبرنامج الحزب بيقول إن الأولوية في السكن الاجتماعي والوظائف هتكون للمواطنين الفرنسيين، وبارديلا قال في مؤتمر صحفي إن المناصب الاستراتيجية في الدولة هتبقى للفرنسيين بما فيهم المواطنين من مزدوج الجنسية. هدم آمال اليمين. نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا بيّنت إن الجبهة الشعبية الجديدة أو التحالف اليساري اتصدرت المرتبة الأولى، والرئيس ماكرون جاب المرتبة الثانية، واليمين المتطرف جاب المرتبة الثالثة، بس محدش جاب أغلبية مطلقة في البرلمان. بناءً على نتائج وزارة الداخلية، الجبهة الشعبية الجديدة جابت 178 مقعد من 577، والمعسكر بتاع ماكرون أظهر قوته بعد ما دعا للانتخابات المبكرة وجاب 156 مقعد بس مقابل 250 في يونيو 2022. التجمع الوطني بقيادة ماريان لوبان وأصحابه دخلوا بقوة للبرلمان بعد ما جابوا عدد كبير من النواب واللي هم 146 نائب، بس ما وصلوش للسلطة زي ما كانوا متوقعينها. الجزائر تنتصر. كتير من المحللين حتى والمهاجرين شافوا إن فوز اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية بيمثل فوز للمهاجرين. فوز الجبهة الشعبية الجديدة أو التحالف اليساري في الانتخابات التشريعية في فرنسا خطوة مهمة جداً في دعم المهاجرين واتخاذ إجراءات إنسانية. على منصتهم في الانتخابات وعدوا بتحسين أوضاع اللاجئين والمهاجرين في فرنسا وإلغاء السياسات القاسية اللي تم اتباعها ضدهم في السنين اللي فاتت، ومش بس كده، كمان وعدوا بتعزيز حقوق المهاجرين في الشغل والتعليم ودعمهم علشان يتماشوا اجتماعياً في المجتمع الفرنسي. فوزهم بيبين إن هم عاوزين بجد يعززوا التسامح والمساواة ويخلصوا التمييز ضد الأقليات في فرنسا، ويفتحوا الطريق لسياسات أكتر انفتاحاً وإنسانية في معالجة مشاكل الهجرة واللاجئين.